كل الألعاب ديت أصبحت متاحة لنظام التشغيل ويندوز، بجانب إن هي شغالة على نظام التشغيل أندرويد. يعني دلوقتي شركة مايكروسوفت وويندوز أصبحت تدعم الألعاب الأندرويد على نظام التشغيل ويندوز. زي ما انتم شايفين كلمة التثبيت على ويندوز واضحة وصريحة للألعاب، وبيتم وأصبحت بقولك متاحة الآن، يعني بيتم إضافة ألعاب أخرى لنظام التشغيل ويندوز من ألعاب الأندرويد. مجرد ان انت بتفتح اللعبة كده وتنزل لحد كلمة التثبيت على ويندوز وتبدأ اللعب على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تحديثات شركة مايكروسوفت وويندوز انها بدأت بدعم تطبيقات الاندرويد بشكل رسمي على اجهزة الكمبيوتر. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة افضل تك. قبل ما اكلمكم عن التحديث ده هذكركم بفيديوهين من اهم الفيديوهات لاي حد عايز يحمل ويثبت جوجل بلاي على الكمبيوتر سواء بمحاكي او بدون محاكي. الفيديو الاول هو الفيديو ده اللي بتكلمت فيه عن تحميل وتثبيت جوجل بلاي على الكمبيوتر باستخدام محاكي من أفضل المحاكيات للأجهزة الضعيفة والقوية، والفيديو ده اتكلمت فيه عن تحميل وتثبيت جوجل بلاي على الكمبيوتر بدون محاكي بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة. الفيديوهين هيكونوا موجودين في أسفل الفيديو في وصف الفيديو. نرجع بقى لموضوع فيديو النهاردة واللي هنتكلم فيه عن تحديث جميل جدا من شركة مايكروسوفت وويندوز لدعم تطبيقات وألعاب الأندرويد على نظام التشغيل ويندوز. أول حاجة أنت هتفتح أي متصفح عندك سواء كان جوجل كروم أو أي متصفح، وتيجي على شريط البحث ده وتكتب هتيجي على شريط البحث وتكتب جوجل بلاي ستور وتدوس انتر. اضغط على أول نتيجة. فتحنا كده متجر جوجل بلاي، وزي ما شايفين تم دعم نظام التشغيل ويندوز بألعاب زي مثلا زي اللعبة دي. مجموعة الألعاب دي كلها ألعاب الجوال على شاشة بي سي، يعني ألعاب الأندرويد، أصبحت معظمها متاحة على نظام تشغيل ويندوز. يعني مثلا لعبة زي كده، الألعاب دي ألعاب أندرويد أصبحت متاحة على نظام تشغيل ويندوز، واللعبة ديت ما كانتش متاحة، بقول لك إنها أصبحت متاحة الآن. يعني بعد كده هيتم دعم ألعاب الأندرويد على نظام تشغيل ويندوز. زي ما انتم شايفين ألعاب زي كده، حرب الزومبي، كل دي ألعاب أندرويد أصبحت متاحة على نظام تشغيل ويندوز. كل اللي انت هتعمله عشان تعرف اللعبة دي متاحة على نظام تشغيل ويندوز ولا لأ، هتيجي هنا على شريط البحث ده وتبحث عن اللعبة اللي انت عايزها، مثلا زي لعبة كلاش رويال، تبحث عنها مثلا، نبحث عن اللعبة دي. زي ما انتم شايفين اللعبة دي أصبحت متاحة على نظام تشغيل ويندوز، تمام؟ فتقول له تثبيت على ويندوز، بس تضغط على كلمة التثبيت على ويندوز وتستنى لحد ما تنتهي من التثبيت. زي ما انتم شايفين إن هي الإصدار EXE، يعني اللعبة متاحة لنظام التشغيل ويندوز. بعد ما تنتهي من التحميل زي ما انتم شايفين كده بتضغط عليها عشان تبدأ تثبتها، فالألعاب عشان تبدأ تثبتها على جهازك، وتستنى شوية زي ما انتم شايفين بتبدأ تثبت على نظام تشغيل ويندوز. بقول لك تظهر لك الواجهة دي وتروح تضغط على تثبيت. احنا كده بنثبت لعبة كلاش رويال على الجهاز بتاعنا. حجم اللعبة 794 ميجا بايت. زي ما شايفين بنثبت لعبة كلاش رويال، اللعبة اللي هي الخاصة بنظام تشغيل اندرويد، بنثبتها على نظام تشغيل ويندوز، وهتبقى بعد كده الألعاب اللي انت بتحبها ابحث عنها وشوفها مكتوب عندها كلمة تثبيت على ويندوز ولا لا. لو موجود كلمة تثبيت على ويندوز يبقى اللعبة ديت متاحة لنظام تشغيل ويندوز. اتمنى بقى ان بعد كده لعبة زي ببجي موبايل او لعبة فري فاير يتم دعمها لنظام تشغيل ويندوز. يعني تظهر هنا كلمة التثبيت على ويندوز جنب كلمة التثبيت على أجهزة أخرى، تمام؟ زي ما شفنا في اللعبة اللي احنا وريناها لكم من شوية، أو زي الألعاب ديت، يعني هنا التثبيت على أجهزة أخرى، التثبيت على ويندوز. ما تلاقي كلمة تثبيت على ويندوز جنب التثبيت على أجهزة أخرى معناها إن اللعبة ديت أصبحت متاحة لنظام التشغيل ويندوز، بجانب إن هي شغالة برضو على نظام التشغيل أندرويد. التحديث ده يعتبر من أفضل التحديثات، لأن كده شركة مايكروسوفت أصبحت تدعم ألعاب الأندرويد على نظام التشغيل ويندوز. مجرد إن أنت هتبحث عن الألعاب اللي أنت محتاجها وتشوفها هل هي أصبحت متاحة على نظام التشغيل ويندوز ولا لسه. اللعبة لو متاحة على نظام التشغيل ويندوز بمجرد إن أنت هتبحث عن اللعبة، لو لقيتها متاحة ومكتوب كلمة التثبيت على ويندوز بتضغط عليها، وبعد كده بعد ما تنتهي من التحميل والتثبيت هتبدأ تفتح اللعبة وتشتغل معاك عادي جدا كأنك فاتح لعبة خاصة بنظام التشغيل ويندوز. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن تحديث من أفضل تحديثات شركة مايكروسوفت، إن هي أصبحت تدعم ألعاب الأندرويد على نظام التشغيل ويندوز، وفي الآونة الجاية أو في الوقت اللي جاي هتدعم
تطبيقات جديدة وألعاب جديدة على نظام تشغيل ويندوز. زي ما شايفين إن كل شوية يقول لك كلمة متاحة الآن، يعني كل فترة هتلاقي كلمة متاحة الآن، إن لعبة جديدة أو برنامج جديد أصبح متاح على نظام تشغيل ويندوز. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك علشان يوصلكم كل جديد وحصري على قناتنا.